لهذه الجماعات الإرهابية على كل مواطن وعلى كل جار وعلى كل ابن وعلى كل مواطن إن أن تخبر الجهات المختصة بأي حالة اشتباه لعمليات إرهابية أو القائمين عليها من جماعات الإرهاب الواقعة. الشعب المصري عايزين يكشفوا. الشعب المصري لازم ما يكونش سبب في التستر عليهم. اللي ساكنين في بيت وعارفين ان في ارهاب وبيسكتوا عشان خايفين ولهم حرام عليكم مصر. اللي ساكنين في شقه وعندهم ابن خالتهم ولا ابن عمتهم وبيرتكب العمليه الارهابيه دي وبيحط السياره المفخخه هنا وهناك عليهم ان هم يبلغوا عنه. اللي عنده اخ اذا كان بيحب اخوه وبيحب بلده يبعد عنه. لان مصر اغلى اغلى من حاجات كتير. علينا كلنا ان احنا نواجه الحدث الخطير وهو الارهاب بما يستحق الاهتمام وبضمير. محتاجين واصرار الاستاذ نجيب ابراهيم رئيس منظمه حقوق الانسان على ضروره القصاص لحق مصر وحق الشباب المسلمين وحق هشام بركات وحق كل شهيد راح ضحيه الارهاب اللعين. جعلنا جميعا كل هذا جعلنا نعرض لكم اليوم ونطالب امامكم الجهات المختصه بسرعه القبض على الجنان ولكي نرى معا كيف لحق الدمار بجمعيه تساهم في نشر الوسطيه والتسامح بين ابناء المسلمين وممن يرفعون رايه التكفير ورايه الذبح.